يلا يلا مشي، اجت مطر. يلا طلع هون يا شيخي. صار معكم اخي؟ والله يا حجي كنا نايمين بالليل ما تشوف الا كبسة هالمطر، فاتت كل هالميات لهون، هالاغراض كلها تعبت مي، يعني الواحد ايش يسوي؟ ايش طالع بالايد يعني؟ طيب ادارة المخيم قدمت لكم شيء؟ رحنا ما عرفنا حدا خيو، ما عرفنا حدا، كله بقول لك ما بعرف ايش بدك تسوي يا عبيد. الواحد ايش يعمل؟ يعني هلا انت اسرتك وين الخيمة صارت كلها مي ما عاد تنسكن؟ هلا بطلع بتلاقيهم برا وين ديبرك وطلع هلا الساعة 2 بالليل قاعدين بقريه وحده. طب الخيام كلها غرقت لا بس خيمتك؟ هاي وهي في هاي خيمه وهذيك الخيمه، في جيراننا تعبت لنصها. وين العالم بدها تروح خيو؟ والله ما يشبر بالليل الا الصحافه احنا لك. طلع هذا، طلع حجي، طلع تحته، صور تحته، طلع تحته كله مي. طلع وين الواحد يبرق خيو؟ ما بينا نحسن نبرق فيها كلها مي. طلع حجي طيب كله طين. طلع صور، طلع مي لا مو مي. قلن بدنا بحث، بدنا نمت تحت الخيم بحث كذا، ما حدا برد على حدا. هاي خيمة قلبي بالليل، هاي هدول الجماعة خيمتهم هبطت كلها طالت. هاي وهي كمان تنتين، هذول خيمتهم الساعة تنتين قاعدين بقرنية وحدة يا الصبح قاعدين. هذول طارت خيمتهم بالليل ربطوها، هلا رجعوا سووها وكل أطفال. طلع الأولاد هذول وين ديبركوا؟ طلع من البرد هالمطر وين ديبركوا؟ طلع هي كل أطفال يا حجي يا خالي كناك كل أطفال. رجعوا ورا ايش بيقولوا؟ مو فاضي، مو عارف.